مقابل 18 مليون يورو. صفقة مهمة جدا بالنسبة للفريق البافاري. هذا هو زلاتان، يا دار زلاتان، الجول يا دار، بصمة سويدية تمنح الأفضلية للفريق اللومباردي في أولى دقائق هذه المباراة. هذا هو الميلان يظهر في هذه اللحظات ببصمة سويدية، زلاتان إبراهيموفيتش. للمعلومة، على مدار 8 سنوات حقق 8 ألقاب. محظوظ هذا الرجل زلاتان إبراهيموفيتش أمام حسرة وأنظار المدرب يوب هينكينز. تابع الصورة، تابع اللقطة والتمريرة في العمق، ذكاء كبير من زلاتان، هو الجولياضور في مثل هذه المناسبات، لا يضيع الأهداف. هذا هو زلاتان، واحد من الهدافين بالنسبة للفريق الميلاني اللومباردي. تحدثت عن 8 مواسم ناجحة بالنسبة لزلاتان، البداية موسم 2003-2004 مع نادي أياكس أمستردام، 2004-2005، وبعدها بموسم واحد لقبين مع اليوفي، الإنتر 3 ألقاب، البارسا